علوية جميل. علوية جميل اسم مجرد وجوده في تتر العمل الفني تتأكد أنه دور قوي وموهبة متمكنة، فقد برعت في مثل جميع الأدوار التي قامت بتأديتها خلال مسيرتها الفنية. حصلت على عدة ألقاب أهمها المرأة الحديدية. هل لديك فكرة لماذا حصلت على هذا اللقب؟ وكيف هي حياتها خارج الفن؟ وكيف تتعامل مع زوجها محمود المليجي؟ وما هو التصرف الذي قامت به مع زوجة زوجها الأولى؟ أسئلة مطروحة وسنجيب عليها من خلال حلقة اليوم لنتعرف عن قرب على الفنانة أو المرأة الحديدية علوية جميل. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. الفنانة علوية جميل ولدت في 15 من ديسمبر عام 1910. تنتمي علوية جميل لأسرة من أصل لبناني، لكنها ولدت في قرية تما زهايرة، وهي القرية نفسها التي ولدت فيها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الأمر الذي وطت العلاقة بينهما. لقبت بالمرأة الحديدية، وذلك لأن حياتها الشخصية لم تختلف كثيراً عن الأدوار الجادة والشريرة التي جسدتها خلال مشوارها في السينما والمسرح. اسمها الحقيقي هو إليصابات خليل مجدلاني، وتعلمت بمدرسة الراهبات بالإسكندرية، وظهرت موهبتها من خلال مشاركتها في حفلات المدرسة. عملت في المسرح حيث انضمت إلى فرقة رمسيس نجيب مع يوسف وهبي وهي في 15 من عمرها، وظلت لسنوات طويلة حتى انضمت إلى الفرقة القومية وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتي منحتها الشهرة، حتى لقبت برائدة المسرح في مصر. وفي عام 1940 شاركت في أول عمل سينمائي لها وهو فيلم يوم سعيد، ثم بعد ذلك توالت عليها الأعمال السينمائية فقدمت العديد من الأفلام التي منحتها الشهرة. قدمت جميل خلال مشوارها الفني الأدوار القاسية والتي ظهرت فيها المرأة المتسلطة حادة الطباع، وبرعت أيضا في دور الأم المتسلطة التي لا يهمها سوى أن تنفذ أوامرها. والغريب في الأمر أن القوة كانت عندها تابع حقيقي وليس تمثيلا، فالمحيطين بها كانوا يؤكدون دوما أنها على المستوى الشخصي تتمتع بسمات شخصية تميل إلى الصلابة والقوة والسيطرة. في عام 1967 وبعد النكسة اعتزلت الفن والحياة العامة، وعرف عنها علاقاتها الطيبة بأبناء وسطها، ومع انتصار أكتوبر عام 1973 عاودت الظهور في الحياة العامة ولم تعد للفن بعد ذلك. ومن أشهر أعمالها الفنية ما فيش تفاهم، زوجة من باريس، القصر الملعون، معجزة السماء، التلميذة، بين إيديك، وأبو أحمد. وقدمت عملا تلفزيونيا وحيدا هو مسلسل القط الأسود مع زوجها محمود المليجي، كما قدمت مسرحيات راسبوتين، الأخرس، أولاد الفقراء والشبح. وعلى الجانب الشخصي في حياتها، فعلوية جميل تزوجت مرتين، الأولى وهي لم تتجاوز 15 عاما من شخص خارج الوسط الفني، وأنجبت منه 3 أبناء هم إزيز وجمال ومرسي، بينما الزيجة الثانية كانت من النجم الراحل محمود المليجي، واستمر زواجهما حتى رحيله في عام 1983. وكان لها موقف في شدة القوة مع ضرتها فوزية الأنصاري، حيث أجبرت المليجي في اليوم الثالث من زواجهما بأن يطلق زوجته الأولى، وأصرت على ذلك وصممت أن تبلغها بنفسها، فاتصلت بها هاتفيا وقالت لها أنت طالق يا فوزية، وكانت تمارس دور الزوجة القوية أيضا في الواقع على المليجي، لكن بحب مفرد، فلا يمكنه استقبال أصدقائه سوى بمواعيد محددة، فكان لا يستطيع أن يكسر كلمتها رغم أنها تكبره في العمر بسنوات طويلة. ورغم ارتباطه بقصص حب كثيرة وزيجات متعددة، كانت دائما تنتهي بالطلاق بناء على أوامر المرأة الحديدية. توفيت الفنانة القديرة في 16 من أغسطس عام 1994 عن عمر يناهز 84 عاما في منزلها
من دون حضور أي فنان أو فنانة، وفي صمت أسدل ستار حياتها من دون ضجيج، تاركة خلفها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.